السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم صبايا بقناتنا صبايا كيوت. هقدم لكم صبايا بهالفيديو طريقة قص أطراف الشعر بشكل متساوي بنفسك بالبيت. قبل ما تتابعوا الفيديو صبايا، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم من قناتنا كل جديد. هقدم لكم صبايا بهالفيديو طريقة مبسطة لقص الشعر من الأطراف بشكل متساوي. تابعوا الفيديو للأخير وما تنسوا تعطوني رأيكم بالتعليقات.
هيك صبايا طلعت نتيجة القصة، إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وعجبكم واستفدتوا منه، وإذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم من قناتنا كل جديد، وما تنسوني يا حلوين من صالح دعائكم.